بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم في هذه الحصة الدراسة التي بدأناها الحصة الماضية، وتتعلق بالدراسة الفنية. ورأينا أن هذه الدراسة لها أهمية قصوى لما تلعبه في ملف دراسة الجدوى، ورأينا أن هذه الدراسة لا بد أن تتمكن من اختيار الطاقة الإنتاجية والحجم الملائم للمشروع. وقلنا أن هذه العملية ترتكز على أسلوب نسميه بأسلوب تحليل التعادل. فمعرفة نقطة التعادل، أي عندما يتساوى الإيراد الكلي والتكاليف الكلية، تمكن الشركة أو المنشأة من معرفة مدى ربحها ومدى خسارتها. فقلنا في الحصة الماضية أن حجم التعادل ما هو إلا التكاليف الثابتة، ما نسميه بالإنجليزية fixed costs، على الإيراد المتوسط. وعادة يكون الإيراد المتوسط بمعنى average receipts هو سعر بيع الوحدة. ويعني الإيراد المتوسط نسحب منه التكاليف المتوسطة ونقسم التكاليف الثابتة على هذا الفرق، فنجد حجم التعادل. بمعنى إذا كان مثلا المصنع هو يهم صنع أقلام، فنجد حجم معين 100 قلم، 1000 قلم، 100 ألف قلم. فيعني حجم التعادل هو يعني عبارة على كميات. ولكن بالطبع إذا أردنا أن نجد قيمة هذا الحجم فنضربه في الأسعار. وبالتالي لابد أن يعرف الطالب ويفرق ما بين التكاليف المتغيرة، التكاليف الثابتة، التكاليف المتوسطة، والتكاليف الحدية. وعادة يعني عندما تكون الإيراد الكلي يساوي يعني الأسعار في الكميات، فالسعر هو الإيراد المتوسط وكذلك الإيراد الحدي، بمعنى بكم يتغير الإنتاج عندما يتغير السعر بوحدة واحدة. وبالتالي يمكن أن نحدد حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية الكلية. ويكفي أن نقسم حجم التعادل على الطاقة الكلية، بمعنى كم يمكن لهذه المنشأة أن تصنع، ونضربه في المية، وعندئذ نلقى نسبة، بمعنى يعني 30%, 40%, 50%. فهذه النسبة تمكن من معرفة مدى يمكن للمشروع أن يدخل في الربح ويخرج من الخسارة أو العكس. فإذا أردنا أن نحتسب كما قلت قيمة التعادل، فيكفي أن نقسم التكاليف الثابتة على 1 ناقص سعر الوحدة المتغيرة على سعر بيع الوحدة. وبالتالي هنا لديكم قانون، هو ليس بقانون منزل، وإنما يمكن أن نجده من خلال المعادلات. لا أريد أن أعقد عليكم المسألة فتصبح فيه يعني حساب اشتقاقات وهل مجر. يكفي أن تعرف أن قيمة التعادل هي التكاليف الثابتة fixed costs على 1 ناقص سعر الوحدة المتغيرة على سعر بيع الوحدة. وبالتالي إذا أردنا أن نحتسب يعني قيمة التعادل كنسبة من القيمة الإنتاجية الكلية، فيكفي أن نقسم هذه القيمة التي وجدناها وهي قيمة التعادل النقدي على الطاقة الإنتاجية بمعنى الكميات مضروبة في السعر، أو أن تجد في مرحلة أولى يعني القيمة وتضرب كل ذلك في المية لتجد يعني نسب معين. فإذا أردنا أن نحوصل كل ما قلناه في الحصة السابقة وفي هذه الحصة، يمكن أن تنظروا إلى الرسم الذي قدمته إليكم،
وهو يمكن من يعني رسم يعني التكاليف والإيرادات، ويمكن أن نرى ما هي نقطة التعادل. فلو أخذنا يعني دوال يعني خطية، فإذا رسمنا الإيراد الكلي ورسمنا التكاليف الكلية، فنرى أن هذه المنحنيات تلتقي عند نقطة، وهذه النقطة تسمى بنقطة التعادل. وبالتالي قبل تلك النقطة نرى أن التكاليف الإجمالية أكبر من الإيرادات الكلية، وبالتالي المشروع خاسر. إذن يبدأ المشروع في الربح بعد هذه النقطة، حيث تصبح الإيرادات الكلية أكبر من التكاليف يعني الإجمالية. وبالتالي لابد أن ينتبه الطالب عندما يكون لديه دوال لرسمها أن يفرق ما بين التكاليف الثابتة التي لا تتغير مع الإنتاج والتكاليف المتغيرة، وجمعهم يؤدي إلى ما يسمى بالتكاليف الكلية. إذا أردنا أن نأخذ مثالا على ذلك، وهو مثال سهل، وافترض أنه لديك مصنع أو منشأة، أو توفرت لديك بيانات عن مشروع معين لدراسته ولتحديد يعني الطاقة الإنتاجية لهذا المشروع، وافترض أن السعر الذي يبيع به هذه المنشأة الوحدة مثلا القلم ب25 مثلا ريال، وحدة نقدية أيا كان، يمكن أن يكون بالدولار، يمكن أن يكون بالأورو، ولكن هنا نفترض أن الوحدة النقدية هي ريال. ولو افترضنا أن التكاليف الثابتة هي 100,000 وحدة نقدية هنا الريال، وتكلفة الوحدة المتغيرة average يعني average cost okay هي 15 وحدة نقدية. ولو افترضنا أن طاقة المشروع الكلية للإنتاج هي 20,000 وحدة مثلا قلم، فالمطلوب من هذا التمرين هو أولا تحديد حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية، انتبه طلب منك نسبة، وثم في مرحلة ثانية يريد أن نحدد قيمة التعادل النقدي كنسبة من الطاقة الإنتاجية. وبالتالي إذا أردنا أن نحدد يعني حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية، فلابد أن نحدد هذا الحجم، ونرجع إلى الفورمولا إلى القانون. حجم التعادل هو التكاليف الثابتة على سعر بيع الوحدة ناقص تكلفة الوحدة المتغيرة، إذا 100,000 على 25 ناقص 15 ويساوي 10,000 وحدة مثلا قلم. فهنا المستوى الذي لا يتحقق عنده لا ربح ولا خسارة أي نقطة التعادل هو 10,000 وحدة نقدية. وبالتالي إذا أردنا أن نجد هذا الحجم كنسبة من الطاقة الإنتاجية الكلية، فيكفي أن نقسم هذا الحجم الذي وجدناه اللي هو 10,000 على الطاقة الكلية التي أعطت إلينا وهي 20,000، ونضرب ذلك في 100 حتى نجد نسبة. وبالتالي نرى هنا أن النسبة هي 50%. ما معنى أن حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية 50%؟ لا بد من معرفة يعني تأويل هذه النتيجة. فهذا يعني أن نقطة التعادل للمشروع كنسبة من الطاقة الإنتاجية تتحقق، انتبه، تتحقق عندما يشتغل المشروع ب50% من طاقته الإنتاجية. وعند هذه النقطة بالطبع لا يحقق لا ربح ولا خسارة. إذن لو وجدت يعني نسبة، فهذه النسبة تمثل نسبة يعني التشغيل للمشروع بدون أن يحقق لا ربح ولا خسارة، بمعنى أكثر من تلك النسبة يدخل في الربح وأقل من تلك النسبة يدخل في الخسارة. وبالتالي إذا أردنا أن نحدد كذلك يعني قيمة التعادل، وبالتالي قيمة التعادل كنسبة من قيمة الطاقة الإنتاجية الكلية، انتبه هنا مكتوب في السلايدس مكتوب من الطاقة الإنتاجية، من الأصح أن نقول قيمة التعادل النقدي كنسبة من قيمة الطاقة الإنتاجية، لأننا نتحدث عن قيم. وبالتالي قيمة التعادل النقدي نرجع إلى القانون، فهي التكاليف الثابتة
على واحد ناقص سعر الوحدة المتغيرة على سعر بيع الوحدة. إذا التكاليف الثابتة لدي 100,000، واحد ناقص إذا سعر الوحدة المتغيرة هو 15,000 على سعر بيع الوحدة اللي هو 25,000. وإذا قمنا بهذه العملية سنجد يعني 250,000 وحدة نقدية. إذا قيمة التعادل النقدي كنسبة إذا تصبح 250,000 على الطاقة الإنتاجية الإجمالية اللي هي 20,000 مضروبة في السعر اللي هو 25,000، وبالتالي نرى عندما نضرب ذلك في المية سنجد نفس الشيء 50%. إذا نفس الشيء التأويل لهذه النتيجة يعني أن المشروع يحقق تعادله عندما يتحصل على 50% من إيراداته، بمعنى من مداخله الكلية، وعندئذ لا يحقق المشروع لا ربح ولا خسارة. إذا هنا أصيغ ملاحظة ربما تصلح إليكم في دراسة بعض المشاريع الأخرى، ويمكن أن أطرح سؤال وأقول لماذا هنا يعني النسب هي نفسها، يعني نسبة الطاقة الإنتاجية من الطاقة الإنتاجية الكلية أو نسبة قيمة يعني قيمة الإنتاج يعني الذي يحقق التعادل من طاقة الإنتاج هي 50% وقيمته كذلك 50%. لماذا؟ لأن هنا اعتبرنا أن كل الوحدات تباع بنفس السعر، هذا هو السر في 50% 50%. ولكن لو تغيرت الأسعار، مثلا لو باع المصنع يعني كمية بسعر مثلا 20 ريال وكمية أخرى ب25 ريال، فعندئذ تتغير يعني نسبة قيمة التعادل النقدي كنسبة من قيمة الإنتاج الكلي عن يعني التعادل يعني عن كمية التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية. هذا أصيغ هذا يعني هذه الملاحظة لأنها هامة جدا، لأنه بالنسبة للطالب يعتبر أنه في كل مرة سيجد نفس النسب. لا، يعني عندما تتغير الأسعار حسب يعني الكميات المباعة فيمكن أن يكون هناك تغاير يعني ما بين الطاقة يعني الإنتاج التي تحقق التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية ونسبتها كقيمة من الإنتاج الكلي. إذن هذا سيهم أسلوب يعني هذا ما نسميه بالبريك إيفن بوينت. العنصر الثاني الذي تحدثنا عليه في بداية يعني في وسط الحصة الماضية وهي ما سميناه بالعوامل المؤثرة في اختيار حجم أو طاقة المشروع، ويمكن أن نسرد هنا ثلاثة أنواع من هذه العوامل. أولا ما نسميه بحجم الموارد الاقتصادية المتاحة، وقلنا أن إذا أتيح لكل منا أن يصنع ماذا أراد فتصبح أرباحه لا متناهية، ولكن السر في ذلك هو أن الموارد الطبيعية والموارد المالية التي يتحصل عليها صاحب المشروع هي نادرة، وبالتالي لابد على دارس المشروع أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار، وبالتالي حجم الموارد هو الذي يحدد حجم الطاقة الإنتاجية. كذلك عندما ننتج فالغاية هي البيع ويعني الطلب الذي يعني يستهدف من عملية الإنتاج، فبالتالي لابد أن نعي وأن نعرف ما هو حجم السوق الفعلي وخاصة المتوقع. لماذا؟ لأن العملية الإنتاجية نقوم بها اليوم ولكن عملية البيع تهم المستقبل، وبالتالي لابد على باعة المشروع ودارس المشروع أن يكون له فكرة على يعني تغير الأسعار وتغير الطلب وتغير المنافسة في المستقبل، وبالتالي لابد على باعة المشروع أن تكون له دراسات فيما يهم يعني التوقعات، ما يسمى بالإكسبكتيشن أو فوركاستينج، وهذه مثلا ما تقومون به في الدراسات القياسية. فبالنسبة إلى حجم السوق فقلنا يعني نوعية المنافسة بالطبع
هي هامة وهامة جدا، ليس كما تتجه إلى سوق فيها سوق يعني منافسة كاملة، كما أنك تتجه إلى سوق فيها منافسة احتكارية. وبالتالي إذا كانت يعني المنافسة كاملة فالسوق لا تشكل عامل مؤثر في اختيار حجم المشروع، ولكن إذا كان كنت أنت في موضع احتكار تام أو احتكار قلة فتصبح العملية يعني هامة جدا من ناحية الدراسة ومن ناحية التوقع. وإذا كان حجم السوق محدد فإن يعني لابد على بعث المشروع أن يفاضل ما بين يعني حجم كبير أو حجم صغير أو حجم متوسط حسب بالطبع طاقة استيعاب هذا المشروع. ثم كذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتبار القيود الفنية على حجم الطاقة الإنتاجية. فتحديد حد أدنى للإنتاج كما قلت في السابق في بعض الصناعات، وقلنا هذا يهم صناعات المناجم وصناعات يعني يعني الصناعات الثقيلة عادة والصناعات المنجمية مثل النفط، تتطلب حد أدنى حتى تصبح مربحة. فالدراسة الفنية تخول من معرفة ذلك. إذا قلت العوامل المؤثرة في اختيار حجم طاقة المشروع هي ثلاثة: حجم الموارد الاقتصادية المتاحة، حجم السوق الفعلي والمتوقع، وكذلك القيود التي لابد من أخذها بعين الاعتبار وخاصة القيود الفنية. العنصر الثاني في هذه التحليل في هذا التحليل فيما يخص الدراسة الفنية قلنا أنه اختيار الأساليب الإنتاجية الملائمة. فهذا العنصر لابد أن يشمل العديد من النقاط، يمكن أن نسردها، وكل عنصر في حد ذاته يمكن يعني ربما فصل على حدة. أولا المفاضلة بين المستويات المختلفة للتكنولوجيا، فعادة ما نختار تكنولوجيا تتلائم مع المحيط الاقتصادي. فإن كنت في بلد يعني ليس فيه يد عاملة فلابد من التفكير في استيراد يد عاملة ومتوفرة وماهرة، وإن كنت في بلد يعني فيه بطالة فلابد من التفكير في تشغيل يد عاملة تتناسب مع المشروع. وبالتالي لابد أن يعني نفاضل بين اختيارات التكنولوجيا التي تتلائم مع المحيط الاقتصادي والفني ويعني الاجتماعي للمشروع. كذلك كما قلنا إذا بعثت مشروع فلابد أن أكون قادرا على يعني اختيار البديل. فعادة لابد من تحديد الطاقة الإنتاجية لكل بديل حتى يعني يتسنى لي أن أختار هذا المشروع أو المشروع الآخر الأفضل. كذلك لابد في هذه الدراسة وفي هذه المرحلة أن أخذ بعين الاعتبار تكاليف التركيب والتشغيل، فهذا لازم لبداية المشروع. كذلك يعني عندما أدرس مشروع فلابد أن أخذ بعين الاعتبار العمر الإنتاجي للبديل، يعني بالطبع الذي يمكن يقع عليه الاختيار. وبالطبع كما قلنا في السابق إذا أردنا أن نختار مشروع فلابد أن تكون هناك يعني بنية تحتية من يعني قوى عاملة، من توفر وقود، من يعني شبكات الاتصال وهلم جر، والتي هي لازمة لتشغيل الآلاف والمعدات للمشروع. كذلك يعني عندما أختار الأسلوب الإنتاجي الملائم فلابد من يعني المحافظة على أو اختيار مستوى جودة المنتوج في عندما أستخدم كل بديل، وكذلك ربما سهولة الاستخدام ومدى توفر قطع الغيار، لأن في بعض الأحيان هناك بعض المشاريع تتوقف لأنها لا تتمكن في المراحل المستقبلية أن تستورد قطع الغيار اللازمة، فيكفي أن يغيب مسمارا فقط على آلة فقط فيكفي أن يعطل العملية الإنتاجية. وبالطبع يعني كما قلنا توفير الطاقة وأنواعها
وبالطبع درجة الأمان في التشغيل والمحافظة على السلامة. فكل هذه يعني بنود لابد من المحافظة عليها والتفكير فيها عندما نختار الأسلوب الملائم للإنتاج. وبالطبع على ضوء اختيار هذا الأسلوب الإنتاجي الملائم، فلابد من تحديد تفصيلي للسلع، يعني المراد إنتاجه. ماذا أريد؟ أريد أن أصنع أقلام. هذه الأقلام هل هي حبرية، حبر جاف، ألوانها أزرق أحمر، فهل مجر؟ إذا تحديد تفصيلي للسلع، وهذا يتأتى من دراسة يعني المستهلكين ويعني تفضيلاتهم وهل مجر. وكذلك لابد من تحديد يعني كل ما يهم يعني التكاليف التي يتعرض إليها المشروع في كل مراحل العملية الإنتاجية. فيعني كما قلت يعني وسبق أن قلت أن تحديد التجهيزات والمستلزمات المطلوبة يعني لكل مرحلة، وهذا يتطلب نوع يعني من الآلات و يعني إعدادها ووسائل النقل ونوع المواد الخام اللازمة للمشروع. فكل هذا يدخل في عين الاعتبار عندما نختار الأسلوب الملائم للإنتاج، ويهم جزء من هام من الدراسة الفنية. كذلك كما قلت وأركز هنا على يعني تقدير احتياجات المشروع من القوى العامة، لأنه ليس بالإمكان في كل لحظة أن تكون لدينا يعني القوى العاملة المؤهلة والكفأة يعني إنجاح العملية الإنتاجية. وبالطبع نوعية القوى العاملة تتغير حسب مراحل الإنتاج. ففي مرحلة البناء أحتاج يعني مهندسين بناء، في مرحلة يعني التركيب أحتاج يعني مهندسين وعمل في التركيب، وعند الإنتاج أحتاج نوعا آخر من المهندسين والعمل. وبالتالي لابد أن أكون واعيا من أن هذه القوى العاملة متوفرة لدي إما في السوق المحلية أو ليس هناك عراقيل على استيرادها يعني عندما يعني أدخل عملية الإنتاج. كذلك ربما تجهيز الاحتياجات المطلوبة للوظائف، كل ما يهم يعني المكاتب وكل ما هو لازم يعني للإدارة، فهذا يهم كذلك هذه المرحلة. كذلك لابد، وهذا قلناه في البداية، من تحديد المساحة المطلوبة للمشروع. وبالتالي يعني الطاقة الإنتاجية هي في علاقة وطيدة مع المساحة المطلوبة للمشروع. فلا يمكن أن يعني أن أضع مصنعا بحجم يعني إنتاجي معين وأنا أرمي إلى إنتاج عالمي. فلابد أن يكون حجم يعني المصنع أو المنشأة يتلائم مع كميات الإنتاج ويتلائم مع الكميات المطلوبة إن كان ذلك في السوق المحلية أو السوق القطرية أو السوق العالمي. العنصر الثالث في هذه الدراسة هو يعني دراسة واختيار موقع المشروع. وسبق أن قلت في الحصة الفارطة أنه عندما تمرون في طريق السيارة أو في أماكن فيها مدن صناعية فترون يعني المهندسين يخططون إلى انتصاب المصنع أو المشروع. فاختيار يعني الخصائص الفنية والطبيعية للمنطقة لانتصاب المشروع هو هام وهام وهام جدا، لأنه إذا أردت أن تصنع شيئا كيميائيا وانتصبت في مكان وكان بقربك وادا أو مائدة مائية وسيتسرب هذا يعني هذه المادة الكيميائية، فيمكن أن تجد عراقيل من طرف الدولة ولا تجد يعني لا تجد تشجيعات. وبالطبع يعني
هذه الخصائص الفنية تضم كل المشاريع، وخاصة أنتم تعلمون أن في المشاريع الفلاحية لا يمكن أن تزرع زيتونا أو نخلا حيثما شئت، وإنما هناك خصائص طبيعية للتربة لزراعة مثل هذه الأشجار. فيعني المناخ والتربة ويعني يعني الخصائص الطبيعية للمنطقة هي التي تحدد يعني هل بإمكانك أن تزرع طماطم أو أن تزرع نخلا أو زيتونا. فبالطبع يعني لما مش تبعث مشروع فتتحصل على قطعة أرض، وقطعة الأرض لها تكاليف، وبالطبع ليس بإمكانك أن تتحصل على مثلا رقعة أرضية كبيرة قرب الرياض مثلا، لأن الأراضي يعني باهظة وباهظة جدا، من الأفضل أن تتنقل يعني بعيد نوعا ما عن العواصم حتى تحصل إذا كان بالإمكان لتحصل على أراضي تكون تكلفتها أقل. كذلك بالطبع كما سبق وقلت أنه عندما أن تريد تبعث مشروع يمكن أن تكون أنت مستثمر محلي ويمكن أن تكون مستثمر أجنبي، يمكن أنك أنت كسعودي تنتصب مثلا في بلد آخر، أو أي كان يعني أجنبي يمكن أن ينتصب في المملكة العربية السعودية. فبالتالي لابد على بعث المشروع أن يكون على بينة على قوانين الاستثمار السائدة في البلد، وأن يعرف كما قلنا في الحصة الثانية فيما يهم قوانين الاستثمار والتحفيزات يعني المعونات والتسهيلات التي تقدمها الدولة، وعكس ذلك القيود التي تضعها عندما لا يدخل المشروع في استراتيجيات الدولة. وبالطبع كما قلنا يعني لا يمكن أن ننتصب لبعث مشروع في مكان لا تتوفر فيه أدنى يعني الإمكانيات والبنية التحتية، لذلك تتبنى الدولة عادة يعني هذا الشأن وتجهز أماكن بالوقود والقوى المحركة من مياه والمجر. وبالطبع هذا يمكن لباعث المشروع أن يقلل من تكاليفه، لأنه يمكن أن يحصل على هذه الأدوات مثل القوى المحركة والتواصل وأدوات الاتصال بسهولة وبتكلفة يعني أقل. كذلك بالطبع عندما أريد أن أنتصب وأبيع منتوجي بأقل تكلفة فلابد أن أقلل من هذه التكاليف، ومن أهم التكاليف هي مثلا تكاليف يعني النقل. ف يعني عندما أنتصب بقرب الأماكن أو قرب الأسواق سيمكن ذلك أن يقلل من تكاليف التنقل، إن كان ذلك بالنسبة للعملة أو بالنسبة للسلع اللازمة لبعث المشروع. وبالتالي يعني لابد على باعث المشروع أن يفكر عندما ينتصب أن يكون قريبا من شبكات السكك الحديدية، من شبكة الطرقات، وبالطبع هذا يمكن له من التنقل يعني تنقيل بضاعته بأقل تكاليف. إذن كما قلت في البداية هذه الدراسة الفنية هي هامة وهامة جدا، لأنها تمكن من تجنب العديد من المشاكل التي يمكن أن تحصل عند بداية العملية الإنتاجية، وعندما يعني يبنى المشروع وعندما يدخل حيز التنفيذ. فكل مرحلة من مراحل هذه الدراسة الفنية هي مرحلة محورية، ولكن ربما أهم عنصر تعرضنا إليه في هذا الدرس هو تحديد ما يسمى بنقطة التعادل، ورأينا كيف نحتسب ذلك وكيف
يعني نفسر هذه النتيجة. فعلى الطالب بالطبع أن يراجع كل هذه النقاط بصفة دقيقة، وبالطبع أن يكون قادرا على احتساب الطاقة الإنتاجية إن كان ذلك يعني كميات أو كقيمة أو كنسبة من الإرادة الكلية أو من الطاقة الإنتاجية الكلية وهذا المجال. إذن هذا بعجالة يعني ما أردت أن أقوله إليكم في هذا الفصل الذي يهم الدراسة الفنية، حتى نربح بعض من الوقت في خصوص المحاضرات القادمة، وحتى يتسنى لدينا أن نسخر المحاضرة الأخيرة إلى بعض المراجعات وبعض الأسئلة، ومدكم ببعض الأسئلة والإجابات عنها، وربما يعني تمارين على شكل يعني الاختبار، يعني لو نفترض أن سنقوم باختبار افتراضي إذا أردتم، فلابد أن نواصل اليوم على الأقل، نبدأ في الفصل الخامس وهو يهم يعني حساب التكاليف. فلهنا بالطبع كما قلنا أن حساب التكاليف هو عنصر من عناصر يعني دراسة الجدوى، وأنتم تعرفتم في دراستكم للاقتصاد الجزئي، وهذا يمثل يعني فصل كامل في الاقتصاد الجزئي حول يعني نظريات التكاليف وحسابات، ولكن نحن هنا سوف لن نعقد الأمور، سوف لن نرجع إلى نماذج الاقتصاد الجزئي، وإنما سنرى ما هي أنواع هذه التكاليف ونصنفها ونعرف ما هي محتوياتها. فنحن هنا سنقدر هذه التكاليف، ولكن هذه التكاليف هي متوقعة وليست حقيقية، لأن يمكن أن أبدأ المشروع وهناك تكاليف للصيانة، تكاليف لبعث جزء من المشروع الذي لم أبعثه اليوم، وبالتالي كل ما أقوم به هو مبني على توقعات. وهذا علاش قلت لكم في البداية، تذكروا أول لقاء لدينا قلت لكم أن من أهم يعني العناصر اللي تحدد العملية الاستثمارية هي يعني التوقعات. لماذا؟ لأن العملية الاستثمارية هي عملية نأخذ قرارها اليوم وهي تهم المستقبل، وبالتالي يعني النموذج الذي ترتكزون عليه لتحديد يعني التكاليف والمصاريف وكل ما هو لازم للمشروع هي عملية مستقبلية، وبالتالي هذه التكاليف هي عبارة عن توقعات للمشروع في المستقبل. وعادة في الدراسات عادة ما نقسم التكاليف إلى نوعين، هناك ما نسميه بالتكاليف الاستثمارية وهناك ما نسميه بتكاليف التشغيل، يعني التكاليف الاستثمارية ما نسميه investment يعني costs، والتكاليف التشغيلية هي ما نسميها بالworking costs. فالتكاليف الاستثمارية يمكن أن نصنفها إلى ثلاثة أنواع، هناك ما يسمى بالاستثمار الأولي أو المبدئي، أنا أحبذ كلمة الأولي، ما يعني بالإنجليزية initial investment، لأن كلمة مبدئي تعني principle، والprincipal يعني شيء آخر، فالترجمة ل initial investment أحبذ الاستثمار الأولي وليس الاستثمار المبدئي، ولكن تجدون في معظم الكتب يسمونه الاستثمار المبدئي. والعنصر الثاني لهذه التكاليف الاستثمارية هو ما نسميه برأس المال العامل لأول دورة تشغيلية. لماذا لأول دورة تشغيلية أو الدورة التشغيلية الأولى؟ لماذا؟ لأن يعني حقبات تشغيل المصنع ليست يعني متساوية، لأن في البداية لدي بنايات ولدي ترسيم آلات ومعدات، ولكن المراحل الأخرى ربما لا تشمل كل ذلك، وبالتالي تحديد رأس المال العامل لأول مرة أو للفترة الأولى التشغيلية هو هام جدا. ثم العنصر الثالث في هذه التكاليف الاستثمارية هو ما نسميه بالتكاليف الاستثمارية اللاحقة.
إذن بالنسبة لهذا العنصر الأول للتكاليف الاستثمارية وسميناها بالـ initial investment وهي الاستثمار الأولي، فيمكن أن نعبر عنها على أساس أنها الانفاقات الاستثمارية اللازمة لإقامة المشروع وتجهيزه، يعني كل ما يهم المشروع في بداية. وعادة ما تتكون هذه الاستثمار الأولية المبدئية من تكاليف التأسيس، وهي عادة ما نسميه بالاستثمارات الثابتة الغير ملموسة، وهناك تكاليف الإنشاء وهي عادة يعني ما نسميه بالتكاليف الاستثمارية الثابتة الملموسة. فيما يخص التكاليف التأسيس، وكما قلت هي الاستثمارات يعني الثابتة غير الملموسة، فهي كل الانفاقات الاستثمارية الخاصة بإنشاء المشروع، ولكن لا ندخل فيها الانفاق على الأصول الثابتة، أوكي؟ فهي غير داخلة في التكاليف التأسيس. فهذه التكاليف يعني تشمل عادة تكاليف الدراسات السابقة لإنشاء المشروع، مثلا يعني الدراسة التسويقية، الدراسة القانونية، الدراسة الفنية، كل ما يلزم يعني لبعث المشروع، كل ما يهم هذه التكاليف تدخل في يعني ما نسميه بالتكاليف التأسيس. ثم كذلك تشمل تكاليف التسجيل والحصول على البيانات اللازمة والتراخيص اللازمة لبعث المشروع. كذلك لكل مشروع هناك مصاريف إدارية، فهذه المصاريف الإدارية تدخل ضمن الاستثمارات الثابتة غير الملموسة، وهي يعني تهم كل ما هو إجراءات وأجور العاملين والبريد والهاتف، لكن التي تهم يعني المصاريف الإدارية حتى يبدأ المشروع في التشغيل، فعندما يبدأ في التشغيل فتدخل يعني مصاريف أخرى، ولكن هذه ما نسميها بتكاليف التأسيس. كذلك عنصر آخر هو ما نسميه بنفقات تنظيم المشروع، مثلا هناك يعني نظم داخلية لكل مشروع كنظام التخزين والبيع والمحاسبة، وكذلك يعني السكرتيريا والسجلات والأرشيف، وبالطبع كل ما هو لازم لتنظيم المشروع. كذلك تدخل ضمن هذه التكاليف التأسيس تكاليف المكاتب الاستشارية، مثلا لما تذهب إلى يعني محامين استشاريين في أي شيء فالنفقات تدخل ضمن ذلك، مثل بيوت الخبرة المالية. كذلك تتضمن نفقات التمويل في فترة الإنشاء، مثل يعني لما تتحصل على قروض أو شراء معدات ففوائد القروض تدخل ضمن هذه التكاليف التأسيسية. كذلك لبعث مشروع لابد أن تقوم بدعاية وإعلانات في الجرائد وفي التلفزيون وعلى الإنترنت، فكل هذه التكاليف تدخل ضمن هذه التكاليف التأسيسية. وربما في بعض الأحيان يتطلب منك المشروع أن تسافر إلى بلد أجنبي حتى ربما تقوم بدراسة تهم جزء من أجزاء هذا المشروع، فتكاليف السفر والتنقل واستيراد يعني الأشياء اللازمة لبعث المشروع تدخل ضمن يعني هذه التكاليف التأسيسية. إذن أتوقف عند هذا الجزء، سنواصل إن شاء الله يوم الأربعاء هذا الجزء حول التكاليف، وسنتحدث على تكاليف الإنشاء وهي ما سميناه بالاستثمارات الثابتة الملموسة، ونرى يعني من أهم يعني الأشياء التي لابد من تحديدها هو ما سميناه برأس المال العامل لأول دورة تشغيلية. وهنا سنفرق ما بين طريقتين، هناك ما نسميها بطريقة السنة يعني القياسية، وهناك
يعني طريقة أخرى عندما تكون البنود التي تكون هذه التكاليف متغيرة في نسبها. إذن أتوقف هنا، شكرا لكم على الاستماع، راجعوا كل ما نقوله، ولكم يعني أمامكم وقد بعثت إليكم السلايدات الأصلية، ويمكن الرجوع إلى ما أنزله زملائكم على قناة إدارة الأعمال على التليجرام، فهي ملخصة بصفة جيدة، وإن شاء الله سوف تكون يعني مآلكم النجاح. دمتم بخير، إلى اللقاء يوم الأربعاء إن شاء الله. شكراً.